السلام عليكم. معكم إلى العطوشي، مدير شركة تريتور بابشلة، رئيس فرع مدينة سلا، وأمين المال الجمعية المركزية اللي كنسميوها الجمعية الأم. بما يخص التراجع، الصراحة تراجع مستمر، سؤال وجيه هذا وزوين وفي محله. التراجع فهو سنة على سنة كاين تراجع، وهذا الشيء هذا كيدل، أنا غادي نختصر، ملي كيولي العرض أكثر من الطلب أكيد غادي يكون تراجع، وحنا بغينا نرجعوا لهذا القطاع هذا المستوى ديالو اللي كيستحق، واللي الناس كانوا كيعرفونا به من زمان. كنعرفوا بأن التريتور كيشكل واحد الدور مهم دابا حاليا على الصعيد الوطني، ما غاديش نقول على صعيد مدينة الرباط، ولكن على الصعيد الوطني، لأن كل عائلة وكل دار ولات كتطلب أنه يكون عندهم تريتور في الدار ديالهم، سواء كان فرح ولا لا قدر الله عزو ولا هذا، ولا تريتور ضروري في جميع المناسبات والتظاهرات. وشكرا. بما يخص هذا السؤال هذا، في الصراحة احنا كجمعية مهنية لممولين الحفلات بالمغرب، ما كناخدوش هاد المسائل بعين الاعتبار، لان احنا كاع اللي كيصب في المصلحة العامة واللي كيهز الاقتصاد ديال البلاد احنا مرحبا به. احنا ما كنبغيوش نضروا الوطن، لان الوطن ديالنا احنا كنبغيو ننميو الاقتصاد، وتنظن الا كان شي غلط ولا هذا، فكنتمنى الناس السياسيين اللي مؤهلين يحلوا هذه الازمه هذه، وحنا بغينا الاقتصاد ديال الوطن، وبغينا الناس المغرب بصفه عامه يكونوا مرتاحين. وحنا الحمد لله زعما عندنا الاستقرار، عندنا شحال من حاجه اللي بلدان اخرين كيتمناوها. احنا الحمد لله بفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله عندنا الاستقرار في البلاد، وهذا الشيء هذا راه كيحسدونا عليه بلدان اخرين. راه ربما المواطن المغربي ما كيعرفش اشنا هما المشاكل واشنا هو كاين في الكواليس. راه كاين منظمات ولا ناس من خارج الوطن اللي كيدعموا هاد الحويجات هادو. حنا نكونوا وطنيين بامتياز، ما نبغيوش ناديو بلادنا. وشكرا. البرنامج المستقبلي، حنا بغينا كممولين الحفلات بالمغرب، بغينا الصراحة نوحدوا الصفوف ونجندوا كاملين باش نهضوا بهذا القطاع هذا اللي ولا أساسي، اللي ولا أساسي في 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 الحياة اليومية. في الصراحة المشاكل كثيرة وكثيرة بزاف، وربما مع مرور الزمن تراكمات، ولا عندنا بحال واحد الكالكير اللي كيتربى في شي براد ولا في شي آنية قديمة. بصراحة ملي كتراكم الأمور كيصعب باش تحل بزاف ديال المشاكل. وحنا إن شاء الله نحاولوا نمشيو تدريجيا نقطة بنقطة، لأن ما يمكنش نحلوا جميع المشاكل في ظرف وجيز. وشكرا.